رئيس اللجنة ديال التحكيم ديال الحكماء السابقين ديال العريش، هو ندعموا جميع أطر المجال التحكيمي أو قيادة مقابلات، سواء خصوصا في العالم القروي، يعني العالم القروي في حاجة ماسة لهذه الدورية ديال الكرة القدم باش يشجعوا الشباب البقاء في مساكنهم وفي دوائرهم من أجل خدمة التنمية المجال التنمية في المجال القروي، لأن في حاجة لهذا الشباب، لأن من يخدم لهذه التنمية، لأن وخاصة حاليا أن العمود الفقري ديال أي تنمية هو الشباب. أنا عشت بالنسبة للطاقم التحكيم اللي كيقود المباراة ديال الافتتاح ما بين بغداد وبين من 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 جمعية ديال الحكام مدينة العرائش بقيادة الحكم الوسط المسمى سعيد العقودي، وفي الحكم ديال الشرط الاول رشيد العسري، والحكم الشرط الثاني يوسف الحربي. نعم، واش كتواجهوا شي صعوبات يعني خاص بالنسبه للارضيه، لان الارضيه الرمليه كتكون في الوادي فعلا الارضيه غير صالحه للعب تماما، ولكن نطلب من المسؤولين انهم يهتموا اولا بالملاعب، لان ما يمكنش نوجد واحد اللاعب كرة القدم بدون بناء هذيك البناء التحتية تتخص الملاعب، لان اهتمام جميع المجال الرياضي وخاصة كرة القدم ببناء الملاعب في إطار معشوشة من أجل اللعب واحد الكرة كرة القدم في. نعم، كذلك تنتقل البوادئ التأطير يعني التحكيم، خاصة أن الدوري محتاج المؤطرين ديال المباريات، يعني في المجال شنو يمكن لكم تقوموا انتم بالجمعيه؟ انا كرئيس الجمعيه يعني احبذ ايجاد شي مكان اللي من اجل التعطير لهذا الشباب في مجال التحكيم.